نسبة الوضوح تحت المية 0%. يعني طريقة التعامل مع الأجسام داخل المية ما يتمش إلا عن طريق اللمس. الدم الليبي وجزائر خلط بعضها، وهذه مش غريبة على أخوتنا في الجزائر، بارك الله فيهم. الشعب الجزائري والليبي خوت. هيا اخونا جزائري وفاز معنا وجاتها سهلة البربيل، انا جاتها في رجلها وان شاء الله خير ولا بلا باس عليه. بارك الله فيك يا حاج فتحي. بارك الله فيك يا حاج فتحي. ان شاء الله ان شاء الله ميزان ميزان حسنات اخويا. وبارك الله فيك ان شاء الله. للمهمة الانسانية بليبيا حط فريق الحماية المدنية الجزائرية المستخلف الرحال بمطار الأبرق بليبيا لتعويض الفريق الاول ومواصلة عملية البحث والإنقاذ وإغاثة المنكوبين جراء العاصفة التي ضربت مدينة درنا الليبية. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. في إطار مواصلة البحث والإنقاذ وإغاثة المنكوبين جراء العاصفة التي ضربت ليبيا وبالتحديد مدينة درنا، طائرات القوة الجوية للجيش الوطني الشعبي الجزائري حطت بمطار الأبرق لينزل منها فريق النخبة للحماية المدنية الجزائرية، وهو الفريق الثاني لاستخلاف ومواصلة عمل الفريق الأول. بتمنى منكم دعم هذه الحلقة بقوة من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وعلشان نوصل مدى العلاقة القوية بين الشعب الليبي والشعب الجزائري. ففي هذا الفيديو يختلط الدم الجزائري بالدم الليبي عند إصابة أحد منقذين الحماية المدنية الجزائرية خلال البحث والإنقاذ، والذي نتمنى له الشفاء العاجل. بتمنى منكم دعواتكم في التعليقات. دعونا نرى في البداية كيف تعامل فريق الإنقاذ البحري مع إصابة أحد أعوان الحماية المدنية الجزائرية، ومن ثم نستكمل لنوثق لحظة وصول الفريق الثاني إلى ليبيا. دعونا نشاهد. الدم الليبي وجزائر خلط بعضها، وهذه مش غريبة على أخوتنا في الجزائر، بارك الله فيهم. الشعب الجزائري والليبي خوت. هيا اخونا جزائري وفاز معنا وجاتها سهله البربيل، انا جاتها في رجلها وان شاء الله خير ولا بلا باس عليه. بارك الله فيك يا حاج فتحي. بارك الله فيك يا حاج فتحي. ان شاء الله ان شاء الله ميزان ميزان حسنات اخويا. وبارك الله فيك ان شاء الله. توا بتنزل العموديه ان شاء الله تنزله. هذه شنو القطعه هذه؟ القطعة الإيطالية محاولة لإنقاذ أخونا الجزائري يسحبوه بالعمودي أثر الحادث العرضي اللي صار له في عملية الإنقاذ، تعرض لجرح وتوا بإذن الله أخوتنا توا الأخوة الإيطاليين توا بينزلوا على أساس إنه شنو بيسحبوه. إيطاليا ان شاء الله الف لباس عليك خويا. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. بعدما رأينا هذه الكلمات التي تعبر عن الأخوة والمحبة والتي تعبر عن اختلاط الدم الجزائري بالدم الليبي ومواصلة البحث والإنقاذ وعدم ترك ليبيا لوحدها، وبتمنى منكم انكم تدعوا له في التعليقات ربنا يشفيه ويعافيه. ما زالت مجهودات الحماية المدنية الجزائرية تجاه اخوتنا في ليبيا قائمة ومستمرة. دعونا نرى الان في هذا التقرير لحظة وصول الفريق الثاني لاستخلاف الفريق الاول ومدى جهوزيته للبحث والانقاذ في اعماق بحر ليبيا في درنا. المهمة الإنسانية بليبيا حط فريق الحماية المدنية الجزائرية المستخلف الرحال بمطار الأبرق بليبيا لتعويض الفريق الأول ومواصلة عملية البحث والإنقاذ وإغاثة المنكوبين جراء العاصفة التي ضربت مدينة درنا الليبية. المزيد من التفاصيل مع هشام سعدودي. نسبة الوضوح تحت المية 0%. يعني طريقة التعامل مع الأجسام داخل المية ما يتمش إلا عن طريق اللمس. أو شيء ذلك.
موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة. وفقا لبروتوكولات التصنيف العالمي الأول بضرورة استخلاف الفرق المتدخرة في الكوارث، غادرنا درنا باتجاه مطار مدينة الأبرق لنترك خلفنا ما تبقى من المدينة وأهلها، تركنا قلوبنا معهم. طائرة القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي حطت بالمطار، ونزل منها فريق النخبة الثانية لاستخلاف الفريق الأول. احنا الفرقة الأولى كانت يعني معظمها تشتغل على مستوى النسيج العمراني، ولاحظنا في ثلاث أيام الأخيرة أن الضحايا أو الجثث التي استرجعناها كانت كلها على الشريط الساحلي، ولهذا استبدلنا فريق يعني في حيوية أحسن ومع يعني تركيبة خاصة بالفرق البحرية. فيه توصيات من طرف قائد الفرقة الأولى لمواصلة المجهود ومواصلة عملية البحث على الشريط الساحلي كما تقدم به الزميل. الفرقة راهي جازة العدد تاعها 87 فرد في مختلف الاختصاصات. وعلى نفس النهج والقوة والعزيمة سيواصل الفريق المتوجه إلى درنا مهمتهم الإنسانية وواجب الوقوف إلى جانب إخوتنا الليبيين. إن شاء الله ربي يقدرنا على المهمة باش إن شاء الله نعاونوا خاوتنا الليبيين. الجزائر دائما طالعة إن شاء الله، رانا متواجدين هنا بحول الله عز وجل باش نقدموا يد المساعدة لخوتنا الليبيين. إن شاء الله تكملوا المهمة تاعنا بكل عزيمة بكل إصرار، وربي يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله. بينما الفريق الأول وصل بعدها إلى القاعدة الجوية ببوفاريك ليتوجه إلى المخيم الصيفي الخاص بالحماية المدنية للراحة والاسترجاع والاستفادة من فحوص وتحاليل طبية. هكذا هم رجال الحماية المدنية الجزائرية، أوفياء دائما لتقاليد العمل الإنساني مهما كانت المهام في غاية الصعوبة والخطر. في نهاية هذا الفيديو بحب أشكركم كثير على المتابعة، كل التحية والتقدير لكم. كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين، نقول دوما تحية الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة، نقول دوما تحية الجزائر السباقة بالخير، ونقول أيضا أن الجزائر وليبيا إخوة في الدم، فالجزائر لن تتخلى عن أهلنا في ليبيا. بتمنى منكم الدعم من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد دائما، ولترسيخ الأخوة أخوة الدم بين الشعب الليبي والشعب الجزائري. تحياتي لكم، سلام.